انا معلش ان انا هطول في الحته دي قبل ما نروح للفنيات. الجمهور النهارده كابتن عبد الحميد، جمهور الاهلي والزمالك، احنا شفنا المشاهد قبل المباراه، حتى داخلين البوابات مع بعض، جوه المدرجات مع بعض، تحس ان هو ايه، انا خارج من بلدي ففي بلد اخر، بلد شقيق عربي عظيم المملكه العربيه السعوديه، بيحافظوا على النظام والاحترام والروح الحلوه. وقعدت افكر، طب ما احنا عايشين، ما دي بلدنا برضه، ما هنخش كده ونطلع بسلام ونروح بسلام ونبقى مبسوطين وفرحانين زي ما كان بيحصل زمان، وكنا دايما نبقى فخورين ان جمهور الاهلي والزمالك بيخشوا ويخرجوا مع بعض، يغنوا كل واحد يغني لفرقته وعادي ومفيش اي ازمه. الصوره النهارده قالت انه ما احنا ممكن نرجع زي الاول. والله يا كابتن كريم احنا عشنا الاجواء دي صدقني. ايوه احنا كنا بخش استاد القاهره وكان ال 100,000 موجودين فيه، وكانوا بيخرجوا بيحضروا المباراه وبيخرجوا من المباراه بدون اي مشاكل. صدقني انا والكابتن احمد لعبنا قمه الاهلي والزمالك كتير جدا في وسط اجواء جماهيريه كبيره جدا وجميله جدا، ولم يخرج احد عن النص. لو انت شفت جماهيرنا في 2006 في بطوله امم افريقيا والمشهد اللي كان موجود، هتحدى ان انت تطلع لي فيهم اهلاوي من زملكاوي من مسلم من مسيحي. صح، احنا طول عمرنا كده، واللي حصل النهارده اتمنى من كل قلبي ان نبني عليه. أيوة. لكل اللي جاي. صح. لان انت شفت حضرتك، انت بتقول بوابات، ده هم اصلا عايشين مع بعض هناك جوه، مفيش يعني جوه الملعب مفيش حاجه، بره الملعب مفيش حاجه، بيقعدوا حتى كل واحد بيشجع فريقه طول المباراه، بيشجعوا كل واحد فريقه، التشجيع المثالي اللي هو يخرج الطاقات الكامنه في اللعيبه اللي ما كانتش موجوده النهارده، و يعني احنا اخر حاجه. ايوه هنيجي، ما شفت من كتر كانت موجوده النهارده، ما هو للاسف ما كانتش موجوده، فانا سايب لها الجزء الاخير يعني ده اخر حاجه هنتكلم. عشان كان في حاجات حلوه كتير قوي النهارده. صحيح، يعني النهارده كل جماهير بتشجع كل نادي من بدايه المباراه لنهايه المباراه. صحيح. حتى نادي الزمالك النهارده جماهيره حيوا نادي لاعيبتهم على المجهود الكبير اللي بذل والاداء النهارده اللي كان موجود، يعني ما كانش حد متوقع مثلا ان ممكن يكون المردود الفني في المباراه ان الزمالك يبقى له افضليه بعض الشيء في الاستحواذ وفي الحاجات دي. فرغم ذلك يعني ما فيش حد النهارده زي حضرتك عينيك ما جاتش على حاجه تزعلك. صح. لا، كل اللي شافته عينيك النهارده حلو، كان حلو. صحيح.